التي لحقت. لماذا الأمم يعني تكرر تجربة الأمم السابقة؟ ليش؟ أدري ماكو عقل، ماكو فهم. أنا جاء أشوف هذا الأخ سوى العمل الفلاني، المشروع الفلاني وفشل، نتيجة أنا أجي في الواقع نفس المشروع أكرره. لماذا هذا التكرار مع هذه الفشل. الدوامة في دائرة الفشل بدون اتعاظ وبدون أن ماذا أن ينطلق الإنسان لتجربة أخرى؟ مشكلة البشر إخواني هذه الغفلة، عجيب. يغفل. والمشكلة الغفلة التي هي في الواقع من عناصر النسيان. ليش تروح بعيد سيد؟ ليش تروح بعيد؟ إحنا مجتمع العراقي عانى ما عانى من الطاغوت. أحسنت. عانى ما عانى من الطاغوت. والله العظيم لما أتذكر ما كان يجري علينا في زمن الطاغوت في السبعينات والثمانينات، التسعينات ما كنت أنا ما موجود في الحصار، ما كنت موجود، ولكن سمعت المعاناة الشديدة. الناس بدأوا يبيعون حتى بعض أجزاء بيتهم، ملابس كانت في الواقع ما عندهم. زين، ولكن الآن نجد أنه بعد مضي سنين أقل من 15 سنة الناس بدأوا ماذا يأملون رجوع ذاك الطاغوت، أو يأملون حياة ذاك الطاغوت. مع العلم لو الإنسان الآن يقيس ما هو الآن فيه وما كان عليه في الواقع بدون قياس، أصلا ماكو قياس من جوانب كثيرة. ولا أريد أن ماذا أن أمدح الوضع الآن، ولكن بشكل عام لا قياس من ناحية النفسية، من ناحية الأمنية، من ناحية الاقتصادية، ولكن تجد الناس يتأملون الطاغوت. هذا يعني شنو؟ يعني أنه في الواقع ذهن البشر بسرعة ينسى، بسرعة يغفل، وبسرعة يتناسى كل ما جرى، ويبدأ مشواره بالاستكبار والعنجهية والتمرد وعدم القبول بالحق. هذه قضية ديدن البشر، ديدن البشر. لذلك يجي القرآن شلون يعالجها؟ سواء واحد يسألني القرآن شلون يعالج هالمشكلة؟ مشكلة البشر إنه ينسون، مشكلة البشر يغفلون، مشكلة البشر بسرعة حسب تعبيرنا يغادرون الماضي، يغادرون التاريخ. شلون عالج القرآن؟ عالج القرآن بكلمة فذكر. فذكر. أحسنت. ذكر 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 ذكر. إذن في كلمة ذكر سيدنا جدا مهمة، وإن شاء الله تعالى نتكلم عنها.